في قلب الشرق الأوسط تقف الكويت كرمز للمرونة والتقدم والدبلوماسية، وعلى مدى أكثر من 6 عقود أقامت شراكة قوية مع الأمم المتحدة، مما ترك علامة لا تمحى على المسرح العالمي. وإنه ليشعل بلادي الصقيرة بعددها، الراسخة في إيمانها بالقيم الإنسانية الخالدة، أن يأتي انضمامها إلى المنظمة العالمية في وقت تحررت فيه أقطار عديدة في آسيا وأفريقيا، وتحققت لها إرادتها في الحرية وفي المساهمة الفعالة لبناء عالم يسوده الأمن والمحبة والرخاء. لقد تركت 6 عقود من الشراكة بين الكويت والأمم المتحدة بصمة لا تمحى على كل من الأمة والعالم. إن التزام الكويت الثابت بالسلام والتنمية والجهود الإنسانية لا يزال يلهم الدول في جميع أنحاء العالم. Ladies and gentlemen, 60 years ago, from this very same podium, and following the admission of the State of Kuwait to the United Nations on 14 May 1963, Kuwait does not look on independence and membership of the United Nations as ends in themselves. It considers them rather as a means of sharing in the responsibility of securing a better life for its people and for the people of other nations. لقد كان بلدي يتشرف منذ أولى سنوات استغلاله بأنه في طليعة الدول التي تقدم المساعدات في مجال التنمية للدول الأخرى، وهذا يؤكد حرص دولة الكويت على المساهمة في رفع مستوى الشعوب النامية. إننا اليوم أمام حدث تاريخي متفرد، يحق لأهل الكويت بل يجدر بهم جميعا أن يفخروا به، عندما يتزامن تكريم دولة مع القائد في آن واحد، وهو ما يعني بأن هذا العطاء التلقائي المتدفق لمساعدة الإنسان إنما هو سمة متجذرة في وجدان الشعب الكويتي عبر أجياله المتعاقبة. ولعل ما يزيدنا فخرا واعتزازا بأن يأتي هذا التكريم المستحق من أعلى منظمة عالمية معنية بإقامة السلام في العالم وحماية الإنسان واحترام حقوقه الآدمية. لعبت الكويت دورا محوريا في الدبلوماسية وحل النزاعات في المنطقة، وقد ساعد موقفها المحايد وبراعتها الدبلوماسية في التوسط في النزاعات وتعزيز التعاون بين الدول. تبقى الأمم المتحدة الآلية المثلى لمناقشة ما يواجه العالم من تحديات ومخاطر، وأن نجاحنا في تحقيق التنمية المستدامة في إطارها يؤكد مسؤولياتنا حيال عالمنا المعاصر. إدراكاً لأهمية التنمية المستدامة، كانت الكويت مناصرة قوية لحماية البيئة، وقد عملت بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمعالجة تغير المناخ وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة. على مر السنين أصبحت الكويت منارة الأمل في أوقات الأزمات، وامتدت جهودهم الإنسانية من تقديم المساعدات للدول المحتاجة إلى تمويل المشاريع التعليمية والرعاية الصحية. Ladies and gentlemen and dear friends, I would like to warmly welcome you and thank you for joining us this evening in the United Nations General Assembly Hall as we celebrate together the 60th anniversary of the State of Kuwait's membership in the United Nations. وكانت الحكومة الكويتية
حريصة على المساهمة في السلام والتنمية. ولا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما تتطلع الكويت إلى المستقبل، فإنها تظل ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة وتعمل بلا كلل لبناء عالم أفضل للجميع.